يفتي احنا دوك شوف السيالي كاينه حاجه واحده احنا اللي مامنين بها وهي الصدقه الجاريه. الصدقه الجاريه واش هي؟ الماكله، المقصود الماكله. ولكن الناس دوك اولوها عاد يقول لك دير فريجي دير في الجامع دير من الجامع، ديك الصدقه الجاريه تسمى دوك. كيما نقولوا حنا عندنا سنويا الصدقه، زعما اختي يموت لك حد، زعما كيما نقولوا الاولاد نتوعك يقبلوا يديروا كل عام صدقه، يعني سلكه يعني وعده ولا ايه. دوك واش يقول لك؟ يقول لك والو الواش هذاك المعروف، اعطيه الدراهم، اعطيه دير في دير في الجامع، دير كريماتيزر في الجامع. واش هذه هذاك كريماتيزر على حسب كانك طايق تعاون الجامع عاونه، ولكن صدقه وحدها المعروف وحده ها هي الماكله، مفهوم المعروف هي الماكله، هما اولوها لك. والله اش قلت انت؟ واش تقول فيها؟ نعم انا نقول، انا نقول لك لقمه في بطني جامع. اشكون اللي قالها؟ خير من بناء الف جامع. هذا ما قاله سلطان الاولياء. نعم. الذي اتاه الله من علمه، العلم الباطن والعلم الظاهر، سيدي عبد القادر الجيلاني. ايه ايوه. خطبه الجمعه. ايوه اش قال؟ قال لقمه في بطن جامع خير من بناء الف جامع. ايه. هذا يعني ما هيش معناه يعني. ايوه. ان الناس يعني بناء المساجد شيء جميل. ولكن اذا كان كاين الجياع. واليتامى والارامل والمحرومين، كان الاولى يعني نبدا بالجائع ومن بعد، لان الارض كلها مسجد وطهر. جعلت الارض مسجدا وطهر. اما اذا به تحيي نفس يعني تنقذها من الجوع، من احياها كانما احيا الناس جميعا. الاولويه للجائع والبائس والمحتاج والفقير والارمل واليتيم، ثم تاتي الامور الاخرى الخيريه بشتى انواعها. ايه هذا راي تاعي. ايه المنقول عن والله احنا انا 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 المفهوم تاعي الصدقه الجاريه وهي الماكله. بغيت تصدق على والديك وكل الناس. نعم. ها؟ نعم. اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ايه دي انا دي عندي. ها؟ ولقينا ابائنا واجدادنا ماشيين في هذه السيره. الحين نمشوا فيها، ما نغيروها. ما يجي واحد من بين عشيتنا والضحى يقلبنا 90 ديجري. هذه ما كانت. ها؟ دروك قلت كيما نقولوا السي علي وكلنا. هذه تعتبر صداقه. صداقه الله تعتبر على النيه نتاعو، ولا كان هذا لها نيه. الله يوصلها لموالها. ولا مو هكا؟ نعم. وماشيه هكا. السي علي على نطق من باب الصداقه. لا لا ولكن هي من باب المحبه. هي من باب الكرم. ولكن كاع جميع الابواب. هي ولكن تعتبر صداقه. نعم. ها؟ ها؟ والو انا كبلي سنه كبلي يا كاسي. هاك يا كاس. كبلي يا كاس. ايوه هذيك يدير لك مره سي الحاج الاخضر شويه مر ولا والباء نص نص ايوه صح نص اي مازال ما تباخذين هذا قفز فيه وحلت عليه زيدوا زيدوا التباخ ايوه ايوه فهمت هي هذه هي القضيه وانا راهي ها ايه سيدي ما عرفتش خير ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في سوايع الخير. شكرا.